سلام محمد رشدي. كنت بشتغل عازف وكنت في التربية والتعليم، وصلت لموجه عام. نور الدين علي محمد، عازف كمانجا ودارس كلية التربية الموسيقية، قبل منها معهد الموسيقى العربية. محمد أحمد عواد، عازف كمان. إسماعيل عبد العاطي، عازف إيقاع. كنا شغالين في فرق كده، كل واحد كان في فرقة، وكنا في فرقة موسيقى العربية أستاذ نويرة، وكنا في فرقة الذهبية، وفرقة عبد العظيم حليم، والفرقة المسيحية، وفرقة أم كلثوم، كلنا كنا في فرق يعني. فابتدينا بقى، قعدنا ابتدينا نقعد هنا. الفكرة بتاعته ان احنا كنا بنتجمع هنا على السن، احنا نقعد مع بعض عشان ما فيش، كان في تباعد بحكم ان ده مسافر وده بيشتغل هنا وده هنا، فحصلت زي ما تقولي فرقة. فلما انا رجعت من السفر والاساتذه بقى اللي طلع معاش واللي هيطلع معاش وكده يعني، فجمعنا في مره نشرب شاي مع بعض وقعدنا، فانا مسكت الكمانجة كده وفلان مسك الكمانجة وهكذا، فايه لقينا العمليه حلوت في ايدنا، فقلنا طب ما تيجي نقعد. استاذ ارسلان فكر ما تيجي يا اخواننا نقعد مع بعض وكده، فقعدنا مع بعضينا وعزفنا مع بعض، وجات الفكره ان ايه يحصل تسجيل يعني، فاستحسننا الحكايه يعني. ان احنا بنقول الامجاد بتاعتنا زمان يعني، بتاعت الجيل الجميل اللي هو الزمن الجميل بتاعنا. والله انا مره شغلت مع ماهر العطار بس مش عايز اقول يعني، فكنت متخانق معاه عشان على المسرح عمل حركه معايا مش حلوه فما عجبتنيش، فاتخانقت معاه. بعدها بخمس سنين دخلت الجيش ورجعت، فنسي الموقف اللي حصل، وانا شفتك قبل كده فين، قعدوا يقولوا ده نور معانا من زمان، انت مش عارف نور؟ افتكرته بتاعه، ونسي الموقف اللي انا اتخانقت معاك وشتمته. القعده دي كانت قعده يعني اسريه جدا، لان احنا كلنا اصدقاء من عمر ما يقرب من يعني صداقه فوق الكذا و40 سنه. فالصداقه دي خلتنا نقول دي كل واحد فينا بيشتغل في فرقه، مثلا كنا مع عبد العظيم حليم، غالبيه الاساتذه مع عبد العظيم حليم، وغالبيتنا برضو مع الاستاذ عبد الحليم نوير رحمه الله عليه الموسيقى العربيه، واشتغلنا بقى مع كل الناس. فاللي بقى فينا مايستر، اللي فينا ما عنده فرقه جنب الفرقه اللي احنا كنا بنشتغل فيها. ومن هنا بقى ما بقينا فاضيين شويه، فنود بعض ونتواصل مع بعض بالجلسه اللي الناس بتشوف جزء كبير منها او بتشوفها كلها، لان احنا اشتغلنا مع الناس الكبار المطربين المحترمين في الزمن الجميل. فدلوقتي ما بقاش في حد عارف حاجه من اللي بنسمعه يعني. كان زمان ما تسمعي اول قوس في اغنيه قديمه تعرفي مين اللي هيغني وهيقول ايه. دلوقتي ما فيش حاجه تسمعيها زي كده، دلوقتي كله رزع وخبط وما فيش يعني الحاجه الجميله دي. فقلنا بقى نقعد مع بعض هنا عند الاستاذ ارسلان، وكل واحد قالته معاه، ونقعد بقى نمتع نفسنا الاول.